كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. اليوم حبيباتي جبت لكم واحد الوصفه غزاله غزاله كتصلح للعشاء او للغدا اللي بغيتيو، والضياف والكلش. غادي جبت لكم اليوم بايله بالحوت. شنو عندنا في المقادير؟ عندي هنايا شويه ديال الليمون، انا ما لقيتهمش خضرين، يعني انا يعني حيين طريين، انا شريتهم كونجلي من مرجان، كيتباعوا في الباكيتي ديالهم، وضروري البنات حلوهم. كتلقاو هنا واحد، غنوريكم، كاينه هنا واحد كتكون واحد دايره بحال رويس كحل، بحال رويس كحل، حيدوه لان كيكون فيه الربيع. عندي شويه الفلافل اصفر واحمر مقطع طريفات صغار، عندي شويه ديال الجلبانه خضراء مسلوقه، عندي واحد المطيشه مع شويه ديال صوص طوماط هنايا، مطيشه خضراء محكوكه، عندي بصله مقطعه مشلضه مزيان، شويه ديال الثومه، واحد رويس معلقه ديال الثومه مطحون، عندي شويه ديال اللدن مقطع طريفات صغار، عندي واحد زلافه ديال الكروفات، عندي شويه ديال الميرلون رونديلات، درت لهم بحال شكل رونديلات وشديتهم بالكوردون باش يبقاو لي على هذا الشكل، وعندي هنايا اطراف ديال السمك، حنا كنقولوا له مخبله وما كنعرفش بالفرنسيه سميتو ديزولي. المهم كيكون عنده المنقار كبير، هادو طريفات منه، وعندي هنايا شويه ديال الكروفيت كامل كبير، وعندي شويه ديال الفلفل احمر واصفر، ورونديلات ديال الفلفل الحار اخضر عندي في الكونجيلاتور البنات. بالنسبه للتوابل، بالنسبه للتوابل البنات، عندي هنا صوص صوجا، عندي صوص صوجا، وعندي صوص ديال الحوت ديال السمك، ماء السمك كولاس، وعندي شويه ديال صوص صوجا مختلفه، هذه بيكونت وهذه لا، وعندي توابل السمك، توابل السمك شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال القزبر مطحون وشويه ديال المعدنوس. انا البنات كنطحنوا خضر، كندير له بالزيت البلديه وكنديروا في الثلاجه، كيف القزبر كيف المعدنوس. عندي هنايا شويه البويون درت في الماء طايب، شويه كنور السمك وشويه الريوس ديال الكروفات وورق سيدنا موسى وشويه ديال الثومه وواحد شويه البصيله وشويه المطيشه وشويه الفليفله طريفه الفلفله باش نكه داك البويون اللي غادي نسقي به البايله ديالي، ودرت فيه شويه ديال الابزار وشويه ديال الشاونيه وخليته يطيب البنات. دابا غادي نطفي عليه بركه عليه حيت المقبله هو كيغلي، وهذا ما كان. وعندي الاروز البنات، انا خلطت الاروز انتيغرال والاروز ابيض، الابيض داك المكركب، ما بغيتش ندير داك الطويل، انا هادو ملي عندي في الدار متواجدين دونك هما اللي درت. هو كاين اللي ما كيغسلش الروز، ولكن انا كنفضل نغسلو دائما، كنغسلو كنخليه كينشف صافي وكنديرو في البايله ديالي. هذا ما كان البنات، وضروري خص تكون عندكم المقله ديال البايله، المقله ديال البايله ضروري، لان فيها كيجي مستف داك البايله ديالنا، كتجي بيان ديكوري، وكيمكننا ندخلوها الفرن باش كتحمر من لا سيرفاس. يلا حبيباتي غادي نبداو دابا نشحروا المسائل ديالنا. غادي نبداو نشحروا البنات، غادي نعطيها غير شويه ديال العافيه حيت عندي هذه المشاهده ما عرفتش كنديرها، غير شويه فوالا. انا كندير البنات دائما الزيت البلديه، ما كنصبش بالبيضه نو، يعني الروميه، يعني ليل دي طابل. زمان كنا نقولوا لها الروميه، الوالد ديالنا كانوا كيقولوا زيت الروميه زيت بلديه. دونك نخليها غير شويه تدفى، وغادي نرمي فيها البصله تعرق ليا، تعرق ولا تشحر. كاين اللي كيقول تشحر، كاين اللي كيقول تعرق، حنا كنقولوا تعرق. كيف كيف، كل الطرق تؤدي الى روما، المعنى واحد، الانسان هو انه يفهم شنو المقصود. غادي نخلي ديك التويمه ديالي مع البصله ديالي تشحر مزيان، ندوزها في الزيت باش تلبس كامله بالزيت البلديه، وغادي ندير لها واحد القبيصه البنات نتاع الملحه،
ضروري كتكونوا تشحروا، ديروا قبيصه ديال الملح، اذا غنخليها طيب مزيان حتى تدبل شويه، وغادي نرمي فيها الفلفله مع لاداند. يعني كنكون نرميو لي زانغريديون ديالنا بشويه بشويه حتى كنكملوهم، فهمتوا؟ عاد كنسقيوها. انا الرز البنات غندوزو في شويه ديال الزيت في المقله، عاد نديرو في الطايله. ديال الزيت الروميه، زيت الويل دو طابل، زيت في المائده، وغادي نلوح فيها الرز البنات باش بحال نقولوا حنا يتحمص. عرفتوا علاش كنديروا هذه القضيه؟ باش ما كيتعجنش. كل حاجه عندها السبب ديالها، كل حاجه. انا نخليه يطيب هنايا مزيان، نحمر ليه في الزيت، ندورو كامل في الزيت باش يتقلى فيها مزيان. او ميم طون غادي نقلع على هادي، نحركها مزيان. دابا غادي نلوح لاداند، كنلوحو المسائل اللي كتعطل في الطياب. يعني بالنسبه للدان مع الحوت، راه الحوت كيطيب قبل اللدان. وغادي نرمي الفلافل، انا الفلفله البنات كنديرها في الكونجيلاتور، كنقطعها حيت كنجيبها كنقطعها ونديرها في الكونجيلاتور. الحوت كنحتاجها للبيتزا ولا الطايله هكذا، ولا مسمنات معمرين كنلقاها واجده عندي البنات، حيت انا ما عنديش الوقت باش نبقى تجي مقطع. داك الا كيفاش عندك الوقت كتعزي تعزي ديري الحاجه، اما حيت كتلقاي كلشي واجد كتشجعي وكديري الحاجه ما كتعجبنيش عليها. هذا مكان داك اللي مطرو هادو باش كتشدي بيهم المقله ديالك. دابا هاد الطايله غنتغدى بيها ويمكن نتعشى بيها ويمكن لي تجلس لي الغدا عاوتاني نتغدى بيها. انا جات دغ الطايله كتحمقني. غادي نتبلو شويه البنات هاد الشيء، دائما نحركو باش ميتحرقلناش الروز. اذا غندير شويه ديال الابزار الابيض، غادي نزيد شويه ديال الملح البنات، حيت الماكله الا جات مسوسه ما كتجيش بنينه البنات. كنخدم هكا وهكا، هكا
دابا البنات غادي ندير السمك الاخر. الا عندكم افراد العائله بزاف يمكنكم ديروا اكثر، فهمتوا؟ كل شيء على حسب عدد الافراد على الحال. السمك راه دغيا كيطيب البنات، كيشم العافيه كيطيب. كنديروه قطبان، كيجي قطبان، كيجي كلش. هذا الروز حيت كندير فيه لانتيغرا كيجي، كتجي البايله بنينه البنات، كتجي صحيه وبنينه. دابا غادي ندير شويه ديال القزبور، واحد المعلقه ديال القزبور، واحد المعلقه ديال المعدنوس مطحون. هاد القضيه البنات كتحافظي على القزبور ديالك والمعدنوس ديالك ما كيخسرش. كطحنيه وكديري له شويه الملحه وديري له الزيت البلديه، طحنيه معاها وكديري تحت في القرعه الزيت البلديه وكديري فوق منه الزيت البلديه، وكيبقى غزال البنات. طاي هذا خضر فهمتي، يعني كيبقى ماشي تكونجليه، ما كيبداش في الكونجيلاتور، غير في غير سميتو ثلاجه عادي. كيحافظ على اللون ديالو، كيبقى خضر ما كيتحالش. اذا دابا البنات غادي نرمي لاصوص ديالي. لاصوص طوماط واحد مطيشه كبيره خضراء محكوكه، ودرت شويه د لاصوص هذيك سوليس باش تعطي البنه البنات. دابا البنات واش غادي ندير؟ غادي ندير صوص سوجا. ندير هذا الروز صافي بركة عليه، نشف ما خصنيش يتحمر، غير يدير بسميتو صافي. دابا غندير هاد لي صوص نتاع الحوت، هادي شويه قاصحه البنات. هادي اللي كتبن مني الطايله، هادي قاصحه بزاف، وكندير هادي اللي جاريه. وعاد كنزيد هادي نتاع السمك، هذا سيتم بحال نقولو حنا الماء ديال السمك. دابا البنات غادي نزيد لها، نحرك مزيان، شرع عطاتها واحد اللون رائع لصوص سوجا، كتعطي البنه وكتعطي اللون. دابا غندير التوابل ديال الدجاج ديال السمك. درنا كلشي، دابا مازال ما غنديروش الروز، نكه مزيان هاد لاصوص طايب بالمطيشه والفلفله، نكه هاد لاصوص مزيان. دابا البنات غادي نوض، غادي نرمي السمك اللي عندي، هذا بوزروك محار، لا ماشي محار، بوزروك محار ليمول بالفرنسيه، اللي عنده كاملين كيديرهم هكاك بالقشور ديالهم بالكوكياجه ديالهم، وحنا ما عندناش متوفرين هنايا. داك الماء اللي كيكون ديالهم راه زوين، مابقاش ترميو بحال هكا تسقيو به. وغنزيد نوزع الكروفيتات ديالي صغارين، كتجي غزاله البنات هاد الطايله ما نقولكمش.
دابا غادي نحط دوك الرونديلات نتاع الميرلون هكذا. غادي نرمي الجلبان ديالي هاكا تجي غزالة البنات هاد الطايلة. المهم جربو نتوما وردو عليا الخبار. دابا حبيباتي غادي ندير الفلفل الحار دويورات، ضروري خصك ديري فيها شوية تجي شوية حارة، حيت وكنزين بالفلفل. انا كيعجبني الحار، راكو عارفيني انا كيعجبني كنموت على الحار. صافي البنات دابا ما غاديش نبقى نحادين باش يبقى داكشي مزيان. كنقلب هاد الميرلون ديالي، راه الميرلون دغيا كيطيب البنات، غير كيشم العافيه كيطيب، ولكن كيجي رائع، كتجي رائع. صافي دابا غادي نوزع الاروز نتاعي. شوفوا البنات كيف غادي ندير نوزع الاروز، كتوزعيه بالتساوي، يعني كيمشي داير 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 داير. ها انتما ها هكذا شفتو كي درتلو، وزعتو بالتساوي باش يمشي كامل، حيت ما غاديش نحرك. قر 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 اويلي نهبطو كاع هاد الرويزات. شتو دابا كي غادي نديرها البنات باش داك الروز يطيب، وعاد غندير نصفي فيه البويون. دابا غادي نقاد الاخر ديالي نخليها تسخنات هاد الليقات ديالها. دابا البنات غادي ندير نقاد الفلافل ديالي باش يطيبو حتى هما. كتديرو عشوائي يعني، ماشي بالضروره غادي نقادو كما يقولوا شوائين. صافي باش يبقاو هكذاك البنات يطيبو فهمتوا. وغادي نحط هادو الكروفيدات ديالي وغادي يطيبو هكذا. ما عنديش بزاف، غير نشمو الريحه كما يقولو نشمو الريحه وصافي. صافي البنات غادي نقلب هادي باش عاوتاني تاخد اللوين ديالها، نبقى نقلبها حتى تاخد اللوين ديالها. ودابا غادي ندير له المرق ونخليه يطيب البنات. غادي نصفي له المرق وغادي نخليه يطيب. صافي غادي نخليها طيب. او هانتوما معانا حيت غادي طيب البنات، غادي نوريكم كي جات الطويجينه. المشكله الطويجينه ما عندهاش المغطى ديالها، دونك انا غير قضيت بديك المغطى صافي. يلا حبيباتي كتوجد لنا البايله ديالنا، نوريكم كيف جات.
وانتم معايا. وها هي حبيبتي البايلة، انا غرفت شوية هنا في التوصيل، وها هي كي جات البنات هانتوما. جا اللون ديالها ذهبي غزالة كتحمق، يعني عمرت منها شوية باش عرفت. شوفوا لتحت راه ما كتحرق ما شتا والو، والروز كيبقى معزول حبة على حبة على اختو على خاها، يعني كتجي مفرقة ما كيجيش معجن. جربوا هاد الطريقة اللي درت الروز وغادي تعجبكم النتيجة ديالو. وهذا هو الطبق نتاع اليوم حبيباتي، نتمنى يروقكم وينال الاعجاب ديالكم. يلا حبيباتي الف صحة وهنا، يلا مع السلامة الى موعد اخر ان شاء الله. مع السلامة.